حضرنا اليوم في مدرسة دحماني الطاهر بجانيت لإعطاء إشارة الانطلاق للموسم الدراسي 2023-2024. التحق العدد الإجمالي للتلاميذ الذي التحق اليوم بمقعد الدراسة هو أكثر من 7000 تلميذ عبر كل تراب الولاية. المؤسسات المعنية، المؤسسات التعليمية هي 26 مدرسة ابتدائية وتسع أربع ثانويات وتسع متوسطات. هو دخول الذي شهدناه على مستوى الولاية في ظروف جيدة، الذي جندت له الأطقم البشرية والمادية وشهد حملات من النظافة على مستوى كل المؤسسات.